رغم الثقل العسكري الكبير الذي تتمتع به مدينة حماة من طيران روسي ودبابات ومدافع ثقيلة، إلا أن المعارضة المسلحة السورية تمكنت من اختراق دفاعاتها في مشهد يعكس التحولات المتسارعة في خارطة السيطرة الميدانية. وخلال الساعات الأخيرة واجهت الفصائل المسلحة مقاومة شرسة من قوات النظام السوري مدعومة بحشود عسكرية ضخمة، بعدما أحرزت المعارضة تقدما واسعا في قرى وبلدات ريف حماة الشمالي. تقع حماة في موقع جغرافي مركزي يجعلها عقدة استراتيجية بين المحافظات السورية الكبرى كدمشق وحمص وحلب وإدلب، كذلك قربها من الحدود الإدارية لإدلب واللاذقية منحها أهمية عسكرية وسياسية بارزة. أما تاريخيا فإنها تحمل رمزا مؤلما في الذاكرة السورية، لا سيما بعد مجازر عام 1982 التي ارتكبها نظام الرئيس حافظ الأسد لتصبح أيقونة للمعارضة وميدانا رمزيا للصراع السوري. كما أن السيطرة على حماة تمثل بوابة التقدم نحو محافظات كحمص، ما يمنح المعارضة فرصة لتعزيز مواقعها التفاوضية في أي عملية سياسية مستقبلية بحسب مراقبين. ويرون أيضا أن استعادة السيطرة على مراكز المحافظة الكبرى كحماة وحلب يمنح المعارضة أوراقا قوية في السعي نحو حل سياسي ينهي النزاع الدامي في سوريا. ومع استمرار المعارك تبقى حماة شاهدة على صراع تتداخل فيه الأبعاد العسكرية والسياسية والتاريخية لتكتب فصلا جديدا في المأساة السورية الممتدة منذ أكثر من عقد.